بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحضور الأكارم والمشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الندوة التي يعقدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر. وقد جاءت الندوة بعنوان ملايين الفقراء في العراق من أغنى بلاد العالم، فرغم الثروات الطبيعية الهائلة في العراق إلا أن نصف شعبه يعاني من فقر مدقع في ظل نظام وأحزاب سياسية فاسدة كرست كل إمكاناتها لنهب ثروات العراق وتدميره وقتل شعبه معنويا وحسيا على مدار العقدين الماضيين، حتى أصبح الفرد العراقي يكافح جاهدا من أجل لقمة عيشه في بلد تعطلت فيه كل سبل ووسائل العيش الكريمة بسبب سرقة ثروات شعبه ونهب أمواله جهارا نهارا من غير وجل ولا خجل، حتى أصبح الفقر في العراق ظاهرة طبيعية في ظل النظام السياسي القائم. ولتسليط الضوء أكثر على معاناة العراقيين وفقرهم، تضمنت هذه الندوة ورقتين، الأولى بعنوان تفاقم الفقر في العراق قراءة وصفية للأستاذ إياد العناز، والورقة الثانية للدكتور أيمن العاني بعنوان الفقر في العراق أوجهه وتداعياته والمعالجات الحكومية الغائبة. وأترك المجال للأستاذ إياد العناز الباحث بالشأن العراقي ليلقي ورقته الموسومة تفاقم الفقر في العراق قراءة وصفية، فليتفضل مشكورا. شكري وتقديري للدعوة الكريمة من قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين لإلقاء هذه المحاضرة وتسليط الضوء على الأوضاع الاقتصادية وما آلت إليه أوضاع بلدنا بعد الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني. معلوم إخواني الأعزاء، عندما نتحدث عن مشكلة اقتصادية تتعلق بجانب اجتماعي مهم يتعلق بكيفية وصول البلاد إلى هذه المحنة الاقتصادية وإلى منظومة لا تستطيع أن تدرك حقيقة ما يعانيه أبناء الشعب، نستطيع أن نقول أن نحن الآن أمام كثير من الوقائع والحقائق التي علينا أن نسلط الأضواء عليها لكي تكون واضحة ليس أمام الحضور الكريم بقدر ما تكون أمام شعبنا. هنا نتكلم عن بلد كالعراق، معروف العراق بإمكانياته المادية وبثرواته الطبيعية. العراق عندما يكون كبلد من البلدان الأخرى عندما تريد أن تتقدم فيه التنمية وتقام فيه المشاريع الاستراتيجية، فعلى الجميع أن يتحلى بكثير من البرامج التنموية والتنمية الاجتماعية وإقرار العدالة الاجتماعية. فهل هذه الأولويات موجودة الآن؟ وهل تستطيع الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي أن تفعل هذا الجانب؟ نعلم أن العراق الآن يعني تحت 143 مليار من النفط تحت الأرض، وقسم منه مستخرج. فالعراق عندما يمتلك بهذه النسبة مع أكثر من 132 تريليون مكعب من الغاز الطبيعي، هذه الثروة الكبيرة والهائلة التي منحها الله إلى هذا البلد، فهل تم استثمارها بالشكل الصحيح؟ عندما نكون أمام بلد بهذا الحجم من هذه الثروات، هل تم استخدامها لي وتسخيرها لإنعاش الاقتصاد الوطني، لتحسين المستوى المعاشي لأبناء البلاد، لزيادة المشاريع التنموية والاستراتيجية، إلى إعادة بناء وتأهيل المصانع والمعامل في العراق التي الآن نحن أكثر من 50,000 معمل لم ينتج، الآن بعد الاحتلال أصبحت عاطلة عن العمل. إذن عندما تعطل هذه، ماذا يعطل بها؟ تعطل بها الأدوات التنموية، وتعطل بها أدوات التقدم والتغيير والاقتصاد المنشود. عندما تعطل هذه الأمور، ماذا سيكون؟ سيكون هناك أمام كثير من القوافل من العاطلين عن العمل بسبب عدم وجود إمكانية لتشغيل. هناك الطاقات الشبابية والعقول المنتجة، هناك الإمكانية العراقية في عملية البناء، هل استطاعت هذه الحكومات أن تحقق ذلك؟ معلوم أن الاحتلال الأمريكي بعد 9 نيسان 2003 لم تكن لديه الخطط الحقيقية، لأنه احتلال، فأي احتلال لا يمكن أن يحقق لأي بلد
حالة من التقدم، هو لم يأتي لكي يسعى لذلك، وإنما أتى لاستثمار البلد والسيطرة عليه وعلى جميع ثرواته، بل إلى إحكام الخطط والمصالح الأمريكية في ذلك البلد بإبقائه ضعيفا اقتصاديا وسياسيا ومكبلا بعديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فلو أتينا إلى الحالة التي نتكلم عنها، ما هي عواقب ذلك؟ زادت نسبة العطالة والفقر في البلاد، وزادت نسبة عدم تشغيل الشباب المنتج بعد تخرجهم من المعاهد والكليات، وتعطيل أيادي العاملة بعدم كما قلت تشغيل مصانع والمعامل، بعدم وجود أيضا عملية وآليات لبناء مستمر ولإنتاج حقيقي لدعم المنتوج الاقتصادي العراقي. نسبة الفقر الآن في العراق تقدر بأكثر من 25% الآن هي نسبة الفقر في العراق، بعدد العاطلين الذي يشكل 36% من نسبة السكان أيضا. وكذلك هناك نسبة كبيرة جدا وهي تتعلق بنسبة التضخم الذي يعادل ما بين 30 إلى 34%. هذه النسب لو أخذناها على جانب اقتصادي كيف تؤثر على البلد؟ ولذلك عندما نتحدث عن قيمة العراق كدولة، ليست فقط من الناحية التاريخية الحضارية والإمكانية، لكن نتحدث عن دوره الريادي الآن. هل العراق الآن استطاع أن يلعب دورا رياديا في منطقته العربية وفي مجتمعه وفي محيطه الإسلامي والعالمي؟ العراق الآن يعتبر من أحد المؤسسين إلى منظمة الأوبك. يفترض العراق الآن في هذا الحالة الذي نحن نعيشه الآن، لو أراد أن يعيد قواه ومنظوماته السياسية والاقتصاد أن يفعل هذا الجانب، لكن هل هو يستطيع ذلك أم محكم بتأثيرات دولية وإقليمية؟ لذلك عندما ينتج العراق يوميا 4,250,000 برميل يوميا، هذا الإنتاج المصدر إلى دول العالم. حسب إحصائية وزارة النفط العراقية، يكون الوارد الشهري لها لهذه الصادرات بحكم ارتفاع أسعار النفط بعد المواجهة العسكرية بين أوكرانيا وروسيا، أصبح الآن الوارد الذي يأتي من هذه الصادرات أكثر ما يتعدد ما بين 10 إلى 11 مليار دولار شهريا. إذا نحن الآن أمام حالة وجود في خزينة العراق حاليا ونحن نتكلم 91 مليار دولار لم تصرف ولم يتعامل معها، والسبب كما يقولون بسبب عدم تشكيل الحكومة الحالية وبسبب عدم إقرار الميزانية المالية. لكن حتى وإن أقرت، فهل ستذهب هذه الأموال لإصلاح الجانب الاقتصادي، لتحقيق العدالة الاجتماعية، لكي تكون هذه الأموال في حالة رفع وإقلال من نسبة التضخم أو نسبة الفقر؟ لا، بالتحديد ستذهب إلى معايير أخرى تتعلق بموضوع الفساد الإداري والفساد المالي. ونعلم جيدا أنه أحد الأسباب الرئيسية لحالة الفقر في العراق هي سيطرة كثير من الأحزاب السلطة والميليشيات على جوانب عديدة ومهمة من عوامل المنظومة الاقتصادية في العراق. هذا التلاعب بثروة الشعب وسرقة أمواله تنعكس انعكاسا سلبيا على طبيعة الحالة التي يعيشها المواطن، وهنا ترتفع هذه النسب التي تحدثنا عليها، بحيث يصبح العراق وحسب التقييم العالمي الأخير أنه أصبح من الدول التي تحت الفقر 8 من تسلسل العربي في الوطن العربي وفي العالم 79. هل يعقل هذا العراق الذي يصدر هذه الكمية من النفط ولديه هذه العوائد من المالية أن يصبح من الدول التي تتحدد بتحت الفقر أو تعيش حالة من الفقر؟ إذن العوامل الاقتصادية عندما تدرس والمراكز البحث عندما ترى هذا الأمر، لا تنظر إلى ما يريد إلى البلد من موارد، ولكن كيف يجي التعامل معها؟ ما هي عدد المشاريع التنموية؟ ما هي عدد المستشفيات التي بنيت؟ ما هي عدد الجسور التي أقيمت؟ ما هي عدد المدارس التي بنيت؟ إذا نتكلم عن بنية تحتية، البنية التحتية هي الأساس في تقييم الاقتصاد لأي بلد. والنمو لا يتعلق فقط بالنمو السكاني، لكن يتعلق بالنمو التنموي، كيف النمو الذي يدخل هو عملية الدخل الفرد العراقي. الآن الفرد العراقي يوميا يحصل على 2 دولار من كل هذه الإمكانيات، كل هذه الإمكانيات الاقتصادية وكل هذه الثروات الطبيعية، قيمة ما يحصله الفرد العراقي 2.5 دولار يوميا.
هل يستطيع إنسان أن يعيش في هذا البلد؟ نحن لا نتكلم عن بلد من بلدان النامية والمتأخرة والتي ليس لديها ثروات، نحن نتكلم عن بلد كالعراق. الآن البلد العراقي يعتبر خامس بلد مصدر وثالث بلد في احتياطي النفط. كيف يكون الأمور؟ إذن علينا أن نعلم حقيقة أن هناك كثير من الأسباب التي أدت إلى هذه الأمور، وهذه الأسباب ممكن نوجزها بشكل يعني دقيق ومركز لطبيعة الوقت، وحتى نعطي المجال للدكتور أيمن للحديث أيضا. إحنا الآن نتكلم عن 90% من المحرومين من التعليم المبكر في العراق بسبب عدم وجود آليات لبناء المدارس. المدارس في العراق لحد الآن لم تبنى بشكل الذي يلائم التطور السكاني وزيادة حجم السكان في العراق. عندما يكون شعب محروم من التعليم، فإذا ماذا سيكون؟ سيكون أمام حالة من الجهل وحالة من الضياع، سيكون هناك أيضا حالة من عدم وجود عملية التعليم. سيذهب المواطن إلى العمل، ماذا يعمل؟ العائلة العراقية تحتاج، هل تستطيع أن توفر هذه الحالات؟ فسيذهب إلى النشاطات الخاصة، والنشاطات الخاصة قليلة قياسا بالعملية الإنتاجية التي المفروض أن تقوم بها البلد أو تقوم بها الحكومة. فنحن أمام حالة من العوامل الأساسية لاتساع الفقر، فممكن أن نوجزها بعدة نقاط. نقول تدهور مستوى التعليم، وتكلمت عليهم مستوى التعليم كيف يتم تدهورون. نحن نعلم أن المنظومة التعليمية الآن في العراق ليست بالقدر التي تؤهل شبابا يستطيعون أن يواجهون الأزمات التي يعيشها البلاد، حتى وإن كانت هناك عملية لإسعاف بعض الخريجين، لكن بعد أن يتخرجوا ماذا سيكون مستقبلهم؟ وكذلك نتكلم هنا عن ظاهرة التخلف والجهل. سببها ماذا؟ سببها عدم وجود معايير حقيقية لكيفية إدامة المنظومة التعليمية، وعدم وجود برامج حقيقية وخطط لكيفية النهوض بهذه العملية، وسوء استخدام أيضا الموارد المالية. عندما تأتي هذه الموارد وهذه الأموال الطائلة، لا توجد هناك خطة تنموية، ولا توجد كما خطة انفجارية كما كانت في السبعينيات عندما كان العراق في أوج عظمته ومكانته، وعندما كان العراق استطاع أن يبني دولة حضارية. نحن نتكلم وكلنا عشنا الخطة التنموية الأولى الخمسية والثانية، والتي توقفت بسبب العدوان الإيراني على بلدنا. كيف كان العراق في ذلك الوقت؟ وكان سعر النفط 8 إلى 9 دولار. نحن الآن سعر البرميل النفط اليوم جاوز 100 دولار. هذه العوائد النفطية الآن كيف نستطيع أن تكون جزء من حالة الانتعاش الاقتصادي؟ إذن عندما لا تكون هناك حقول منتجة، وعندما تكون هناك خطط ميدانية حقيقية، وعندما تكون هناك شخصيات تعمل من أجل بناء المجتمع، سنكون أمام حالة من التدهور واتساع نسبة الفقر في العراق. تدني الصحة العامة، عندما تكون هناك عملية لعدم وجود تطور في مستوى الحياة، تأتي الصحة جزء منها. الجانب الصحي نحن نعلم كيفية الآن الجوانب التي العلاجية وفي المستشفيات العامة وفي المراكز الصحية للعراق، وكيف أن المواطن العراقي في بعض الأحيان لا يستطيع أن يجد ما يشعف حاجته العلاجية، فإذا سيكون هناك تدهور في الجانب الصحي وزيادة الأمراض وكيفية معالجتها. هنا لأنه لو نظرنا إلى الآن إلى المحافظات التي تسببت المنكوبة بعد الأحداث الأخيرة التي حدثت فيها قبل 5 سنوات، كم من المستشفيات أعيدت، وكم من المراكز الصحية بنيت، وكم من البنى التحتية أعيدت إليها، سوف بالنسبة أيضا لا تبقى. ولذلك نرى أنه أيضا نسبة كبيرة من العشوائيات الآن بدأت في العراق. هذا البلد العراقي الذي كان يبني ليس فقط عمارات سكنية، كان يبني فيلل ويبني كثيرا من المجمعات السكنية، وكان الفرد العراقي يعيش من حالة من الرفاهية والتقدم. الآن يعيش هذا العراق وأبنائه تحت حالة من العشوائيات تقدر بأكثر من 2 مليون من المواطنين يعيشون تحت ظل هذه الحالة. إذن هذه العشوائيات هي أيضا جانب مهم من الجوانب التي تنعكس على حياة الفرد وراحته، وتساعد على عملية اتساع حالة الفقر وظاهرة الفقر. الدخل الفردي للعراق عدا الرواتب التي تعطى، وبعض الرواتب كما تقول وزارة المالية وتقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن هناك كثير، وهيئة النزاهة تقول أن هناك كثير من الرواتب هي فضائية. لو أخذنا عدا الرواتب التي تمنح إلى موظفي الدولة، كم هو مردود وكم هو مستوى الفرد العراقي
يعني مواطن عراقي لم يكن موظف، كم يدخله؟ لا يدخل الا قليل ونزل قليل، وكما قلت هاي احصائيه احصاها البنك الدولي انه العراق كما قلت واعيده 2.5 دولار يوميا، هكذا يعيش المواطن العراقي يستطيع. اذا هنا اكو عوامل تسعى الى زياده هذه اتساع رقعه الفقر. سوء توزيع الثروه الوطنيه، يعني عندما ينتج العراق هذا الانتاج والجميع الان نتكلم عن حقول بدات تستكشف وحقول بدات تكون تحت عمليه الانتاج، يعني انت انتاج النفط والان اكو حقول للغاز ايضا في شمال العراق وفي وسطه بدات تكتشف، المنطقه الغربيه خير دليل على ذلك. لكن هل استثمرت؟ هل استطاع الفرد العراقي ان يكون جزءا من هذه الحاله التي يتمناها جميع شعوب العالم، تمناها بلدان العالم، أن الطاقة الآن هي الأساس. الآن العراق يستطيع لو كان هكذا يلعب دور كبير في تحديد مسار العلاقة السياسية، ويكون له دور في كثير من المشكلات والأزمات التي تحيط بالعالم. ولا ننسى طبعا كما قلنا عندما نتكلم عن هذه الجوانب، هناك الفساد الإداري والاقتصادي الذي يعيشه العراق بسبب عدم قدرة الدولة على محاسبة الفاسدين وإحالة المسؤولين عن شبكات هدر المال العام وتبييض الأموال والمتاجرة بأموال المواطنين والسيطرة على كثير من المشاريع، وهذا لا يتم إلا من حالة النفوذ التي والسيطرة من قبل أحزاب السلطة والميليشيات والفصائل المسلحة التي بدأت تتدخل وبدأت لديها مكانة اقتصادية وأصبحت لديها القدرة على السيطرة على جميع هذه المشاريع بقوتها ونفوذها، وبالتالي أخذ هذه الأموال ودون وجود. الآن أكو نسبة لحقيقة لموضوع مهم جدا، وهو وجود الآن حتى من الفساد اللي نعلمه واتساع وجود 1770 مشروع وهمي في العراق. 1770 هذه ليست إحصائياتنا حتى لا يرد الكلام لنا، وإنما هذه هيئة النزاهة في مجلس النواب تقول 1770 مشروع وهمي ومتلكئ في العراق، مع وجود 500 مشروع تحت الإنشاء وهذه أموال صرفت لهذه المشاريع لكنها لم تكن أكثر، ووجود 2400 إيجاز استثمار. لو قرأنا هذه الأعداد والنسب كيف يكون البلد؟ إذا نحن أمام ماذا؟ أمام هيمنة وسيطرة لا تستطيع إلا أن تكون هناك حكومات قادرة على التعامل مع هذه المنظومات. المنظومات متشابكة في العراق، ليس هي فقط منظومة سياسية تحكم، وإنما يجب أن تكون هناك منظومة اجتماعية تراعي حالة المواطن وحالته المعيشية مع منظومة اقتصادية تدعم هذا الجانب ليكون أمام حالة من الاستقلال والرأي السياسي القادم. إذا أخذنا بجانب مهم وسريع أيضا، ما هي المعالجات؟ احنا تحدثنا الآن عن كثير من النسب، تحدثنا عن كثير من المعالجات، ممكن أن أيضا نعطيها بشكل مركز وسريع ونقول إيجاد وسائل فعالة تتسم بماذا؟ يعني كيف نوجد وسائل فعالة؟ ما هي الوسائل الفعالة؟ الوسائل الفعالة أن تعمل على أن تهتم بحالة المواطن، أن تسعى هذه الحكومات إلى تحقيق حاجة المواطن من الاكتفاء الذاتي، من التطور الحضاري، من التطور الاقتصادي، الدخول في مشاريع كبيرة جدا، في مشاريع الطاقة، في مشاريع الكهرباء. الكهرباء مشكلته كبيرة. هنا عندما لا تستطيع أن تفعل حالة تتعلق بعملية جوانب كثيرة، إذا الكهرباء أصبحت هكذا وكما قلت تعطيل للمعامل والمصانع، كيف سيكون العمل؟ كيف ستستطيع أن تسعى إلى إيجاد وسائل وفرص عمل للخريجين؟ كذلك سياسة اقتصادية استراتيجية قائمة على أسس صحيحة. يعني أنت عندما ترسم البناء، يعني عندما الآن تضع الحكومة برنامجها، ونسمع كثيرا جميع الحكومات عندما تأتي بعد الاحتلال تقول نحن أمام حالة من الانفلات الاقتصادي، لدينا سياسة اقتصادية ستكون، لدينا برامج تنمية سنفعل عليها، لدينا أمور أخرى سنعمل على تحسينها باتجاه المواطن، ولكن أين التفعيل؟ التفعيل لا يوجد بسبب الهيمنة كما قلت لكثير من شبكات الفساد والضياع المالي. وهذه تتحقق ماذا؟ يجب أن تكون هناك نهضة صناعية وتجارية واقتصادية، والتي نهضة صناعية بعملية تسريع وسائل الإنتاج والزراعة بعملية استثمار الأراضي الزراعية، ليس كما نرى الآن الجفاف الحاصل والتصحر الحاصل في العراق وعدم قدرة الفلاح العراقي على العمل. عندما يأتي هذا أيضا جزء من الفقر الاقتصادي، عندما يبقى العراق
ليس لديه القدرة السياسية على يتحدث مع دول الجوار في عملية حقوق العراق من المياه، سنكون أمام أزمة كبيرة، والأزمة قادمة، وسنرى الشتاء القادم وكيف التعامل معه. وهذا أيضا تصريحات من قبل وزارة الري العراقية. استثمار كما قلت الغاز والطبيعي والنفط الذي تحدثنا عن نسبته، كيف نستطيع أن ليس فقط أن نستخدمه لإنعاش الحالة الاقتصادية، ولكن لإعطاء الدور الريادي للعراق. وبالتالي عندما تكون أمام فسحة من هذه الأموال العائدة وهذه الأمور الاقتصادية، سينتعش الاقتصاد العراقي، ستقل نسبة البطالة، ستقل نسبة التضخم، وسنكون أمام مجتمع منشود كما نريد. وآخر شيء طبعا أنهي به هي تعزيز البنية التحتية. كما قلت البنية التحتية الاقتصادية للبلاد الآن تكاد تكون معدومة بسبب عدم وجود هذه المشاريع الكبيرة وهذه المشاريع الاستثمارية، وعدم إمكانية بناء حضارة اقتصادية ومنظومة اقتصادية. شكرا لكم. شكرا للأستاذ إياد العناز على هذا الوصف الدقيق وعلى تسليطه جزءا من واقع العراق المأساوي والفقر الذي يعانيه الشعب العراقي. والآن مع الورقة الثانية للدكتور أيمن العاني، والتي تأتي بعنوان الفقر في العراق أوجهه وتداعياته والمعالجات الحكومية الغائبة، يلقيها علينا الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة للحديث عن موضوع الفقر حتى يكون الأمر يعني بشكل علمي، نأخذ بيانات وأرقام وتفاصيل رسمية أو دولية رصينة حتى نتحدث عن الموضوع بشكل موضوعي. فبحسب المتحدث لوزارة التخطيط الحالية، محافظات الجنوب العراقي تتصدر معدلات الفقر في العراق. فمثلا محافظة المثنى أكثر من 50%، تليها محافظة ذي قار 49%، فمحافظة القادسية 48%، واتباعا هذه محافظات الجنوب. بالنسبة للمحافظات الباقية الوسط والغرب، يتتراوح نسبة الفقر بين 15 إلى 18%. هذا طبعا بالمعدل سيخرج معانا بعملية حسابية بسيطة، أنه معدل الفقر بالعراق كمعدل عام هو أكثر من 30%. ما هو الفقر؟ الفقر هو أنه لا تمتلك القدرة المالية لتلبية الاحتياجات الأساسية. هذا بغض النظر طبعا، هذه تعود إلى المجتمع، يعني حسب المجتمع، من يقول دولار وربع في اليوم، من يقول دولارين ونصف اليوم، من يقول كذا. لكن هو فأخذ البنك الدولي قال من يحصل على 40 دولار شهريا أو أقل فهذا تحت خط الفقر، من يحصل على أكثر من 40 دولار شهريا، يعني 70 دولار هو محدد، يقول هذا يعتبر يعني فوق خط الفقر. نجي يعني إذا سلمنا أنه هذه النسب صحيحة ودقيقة التي أعلنتها وزارة التخطيط، نتحدث عن هذه الفئة التي هي بمحاذاة خط الفقر، وهي الفئة المتوسطة اللي طبعا تعدادها بالملايين. أقل مشكلة طارئة تطرأ في حياتهم تنقلهم من هذه الفئة إلى فئة الفقر المدقع. يزاد على ذلك وبحسب البنك الدولي أنه لدينا في العراق انعدام الأمن الغذائي. بلد إمكاناته معلومة، ثروات الأستاذ تحدث عن بعضها، فيه نهران ووادي الرافدين. انعدام الأمن الغذائي يهدد أكثر من 3 ملايين عائلة عراقية، هذا طبعا بحسب البنك الدولي. 3 ملايين عائلة عراقية، يتراوح عدد أفراد العائلة إجمالا من 5 إلى 6 أشخاص، فنتحدث هنا عن حوالي 20 مليون شخص فاقدين للأمن الغذائي. يعني هذا لا ليس، هذا أيضا يعتبر من الفقراء. فإحنا نتحدث عن شعب مع الأسف الشديد الغالبية العظمى منه في ظل الحكومات الاحتلال المتعاقبة
هو في حالة فقر مدقع. بالنسبة للعوامل التي تساهم في الفقر، الحقيقة الفقر يعني هو يتأتى من جملة عوامل، هذه العوامل إما تجي منفردة أو مجتمعة، يعني لا يمكن أن يتحصل الفقر من عامل واحد. فهنا المشكلة التي أيضا البنك الدولي يتحدث عنها، المشكلة الكبيرة التي تواجه البلدان التي أصبح أو أصبحت شعوبها تحت خط الفقر، شنو القاسم المشترك الأكبر؟ هو تعرضهم للغزو والاحتلال، هاي بحسب البنك الدولي. لماذا؟ لأنه القوة المحتلة ستستغل ثروات البلاد، ستحصرها بيد قلة قليلة من المتعاونين معها، بالإضافة إلى استنزاف هذه الثروات، وهذا استنزاف ممنهج، لأنه الموضوع يراد له تجهيل المجتمع، يراد له إفقار المجتمع، يراد له إلهاء، خلينا نحكي البلك، يعني أغلب الشعب في هذه المشاكل حتى يعني يتغاضى عن القضية الرئيسية الحقيقة التي يعاني منها. فهنا غالبية الناس في العراق ماذا باتوا يعانون؟ يعانون سوء الخدمات أو قلتها أو انعدامها، لا سيما في القطاع الصحي، في القطاع التعليمي، في الكهرباء، في الماء. فهذا لدينا متلازمة. ما هذه المتلازمة؟ هي زيادة ملحوظة في البطالة والأمية والفقر. كل بلد تعرض إلى احتلال، وإحنا بالعراق في الحالة العراقية طبعا قبل الاحتلال كانوا هناك حصار، هذا أيضا يعني مهد لحالة الفقر التي يعيشها البلد. من أوجه استنزاف الثروات في العراق المحتل هو مثلا إحراق الغاز، وهذه يعني أصبحت مسألة يعني معلومة. فهذا لكن بحسب أيضا التقارير الدولية، هذه الكميات من الغاز المهدرة هي بقدر كمية الغاز التي تصدرها روسيا إلى أوروبا، وتكفي بل تلبي حاجات قارة أفريقيا كاملة، هذا من بلد واحد. وبحسب الأقمار الصناعية أكثر حقل شخص فيه إحراق للغاز هو حقل الرميلة جنوبي العراق في البصرة. طبعا هذه الهدر كون يعني هذا إلى جانب كونه هدرا كبيرا للمال العام، لكن هو أيضا سموم في الهواء تلوث الهواء، تتسبب بأمراض، ومثل ما تفضل الأستاذ يعني الجانب الصحي مرتبط ارتباطا وثيقا بحالة الحالة الاجتماعية ومستوى الفقر بالنسبة لذلك المجتمع أو هذا المجتمع أو ذاك. طبعا وبحسب تقارير حكومية مسربة بسبب هذا التلوث العالي غير المسبوق في الأجواء العراقية، أصبح انتشار السرطان يتفشى كالإنفلونزا، هذا طبعا بحسب التقارير الحكومية المسربة. وفي ظل حكومات الاحتلال تحولت نعمة النفط إلى نقمة طبعا، وهذه الخسائر مئات المليارات حقيقة خسائر هي متسببة في هذا الموضوع. ما يزال العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، هذا ارتباط وثيق بين الفساد كما تحدثنا والبطالة والأمية والفقر، هذا كله حقيقة مسألة مرتبطة بمسألة، وضرورة جدا أن تكون هذا الموضوع بشكل أو بآخر. والعراق ضمن الدول الأكثر جوعا في العالم من جراء انعدام الحماية الاجتماعية وسط غياب معالجة حقيقية لأسباب هذه الانعدام. طبعا لم تسعى الحكومة، احنا اذا لدينا مشكلة يعني كبيرة كالفقر في العراق ينبغي ان تكون هنالك حلول لهذه المشكلة، هذه الحلول تحتاج الى بنية تحتية، لكن هذه يعني هذا الامر بالنتيجة في العراق في ظل هذا الوضع السياسي الراهن
لا يمكن بل استحالة حقيقة أن يكون يعني بالنسبة إلى مسألة إيجاد بنية أو إنشاء بنية تحتية لحلول دائمة في البلاد لتسهيل التحليل وتخطيط الاستجابة بهدف حل الأزمات. طبعا نذكر منها موضوع أزمة المياه مثلا، أزمة المياه لأنها متداخلة الحقيقة بكل الأزمات الأخرى. يعني هنا ينبغي أن بحسب مؤشرات المائية العالمية الجفاف بات واضحا في العراق، والعراق فقد أكثر من 50% من الحصة المائية التي كان يحصل عليها قبل 2003، إضافة إلى ذلك 80% من المياه القادمة من جهة الشرق هي من جهة إيران لم يعد العراق يحصل عليها طبعا، والحكومة هذه لا تحرك في هذا الموضوع أي ساكن، وكأنما الأمر يعني خارج الموضوع. إضافة إلى ذلك عدم وجود قانون خاص بالقضاء على الفقر، وكل هذا يعني كل ما موجود هو محاولات لعلاج عرضي أو علاج وقتي أو علاج يعني غير جذري حقيقة للأمور الموجودة، ويزاد على ذلك انعدام فرص للاستثمار تحفز سوق العمل، وإنما يجري حقيقة هو عدم وجود مشاريع استثمارية فضلا عن انخفاض الناتج الإجمالي المحلي بنحو أكثر من 30%. الحقيقة يعني لا أريد أن أطيل، لكن على عجالة يعني طبعا الفقر وعدم وجود المسكن أو العيش في العشوائيات هذا أيضا من أوجه الفقر في العراق. فلماذا يعني لماذا هو وجدت هذه هاي ظاهرة لم تكن موجودة قبل 2003؟ لا هي لأنه غياب هيبة الدولة وعدم اكتراث الحكومات المتعاقبة بحال الشعب العراقي أو بما أو بالقضايا التي تمس حياة المواطن بشكل يومي، فهذا أدى بالنتيجة إلى يعني تدهور هذه الحالة إلى مستويات كثيرة الحقيقة أضرت بالمواطن العراقي بشكل كبير. حسب التقديرات 5 ملايين شخص في العراق يعيشون في العشوائيات أو هم في عداد المشردين، هكذا يقول تقرير البنك الدولي. ويعود هذا الافتقار إلى الإسكان انخفاض الدخل بالنسبة لذوي الدخل المنخفض، هم أصلا ذوي دخل منخفض يقابل ارتفاع في الأجارات مستمر، فهذا ماذا ينتج؟ ينتج عن بالنتيجة هذا يعني سينتهي به الحال إلى الشارع أن يعيش مشردا. طبعا هذا بالإضافة إلى أنه صعوبة وصول هؤلاء إلى رعاية صحية معتبرة أو مثلا إلى قطاع تعليمي، أو بالنسبة السبب الآخر طبعا بالنسبة لوفق البنك الدولي هو العنف العائلي، وضرب مثلا أنه في حال مثل واحد شخص يعيش في سكن بسيط متواضع جدا لكن أصابته حالة صحية طارئة، فهذا سيتوقف عن العمل إن كان لديه، إن كان محظوظا ولديه عمل سيتوقف عن العمل مجبورا بالنتيجة، وأمام فواتير طبية عالية باهظة، لأنه تعلمون أنه القطاع الصحي في العراق الحكومي منه هو منهار، والخاص يعني يعالج حقيقة في أوضاع مزرية، مع ذلك هي فواتير باهظة، فينتهي به الحال إلى التشرد. تعاطي المخدرات والفقر هذه علاقة وثيقة ترتبط ارتباطا مباشرا، إحداهما
بالأخرى، يزاد عليها طبعا المشاكل الصحية بالعموم. لكن تعاطي المخدرات يمكن أن تساهم في زيادة الفقر، حيث يعني يكون تشير التقديرات إلى أكثر من 50% من الشباب في العراق هم متعاطون لل و16% من الشباب في العراق يعانون من أمراض نفسية حادة أو مزمنة. طبعا هؤلاء بالغالب لا يتمكنون من الحصول على السكن الملائم أو فرصة عمل يعني تلبي احتياجاتهم. وبحسب مثلا البيانات الحكومية لدينا في محكمة استئناف البصرة، يتحدث المكتب الإعلامي فيها عن وجود أكثر من 90% من المقبوض عليهم في قضايا أو في تهم متعلقة بالمخدرات هم عاطلون عن العمل. تأثير الفقر مدى الحياة، هذا الموضوع حقيقة مهم جدا، لأنه حتى إذا تجاوز الإنسان مشكلة الفقر فتظل رواسب هذه المشكلة عالقة في ذهن الشخص وتعيش معه وتكبر معه والظل كظله يعني، وتؤثر طبعا على إنتاجيته بالمجتمع، على تعامله الاجتماعي، على وجهة نظره في قضايا التي تكون يعني تطرح أمامه. بعدين عندنا مسألة الحد من تأثير الفقر، هذا مسألة مهمة جدا، وهنا نبين لماذا هي حلول حكومية غائبة. مشكلة الفقر كما ذكرنا أنه أسبابه هي عدة، وتأتي إما مفرد منفردة أو مجتمعة. فأيضا الحل للفقر لا يمكن أن يكون حلا واحدا، يجب أن يأتي كحزمة كاملة متكاملة حتى تنقل هذا الشخص من حالة الفقر التي يعيش فيها إلى حالة أفضل. غالبا ما يكون من الصعب للغاية معالجة أسباب الفقر للفرد إلا بمساعدة حكومية. لماذا؟ لأنه تحدثنا أنه الفقر وأسبابه متعددة، الفقر له أوجه كثيرة، كثير من الأسباب تؤدي إلى الفقر، يعني ينبغي بل يجب حقيقة أن تعالج كل هذه الأسباب بالتزامن، يعني بشكل متزامن، حتى نستطيع أن ننقل هذه الفئة مما هي فيه من معاناة. وتترسب المعاناة أكثر طبعا إذا كان الفقير يعني مسؤولا عن أسرة أو عائلة، وإلا هي يعني لو توفرت الإرادة السياسية، لو توفرت الأولويات الوطنية التي تعالج قضايا المواطن لدى حكومات، يعني نتحدث عن 20 سنة ماضية، يعني لا نتحدث عن سنة أو سنتين أو مثلا يابا خلي ينطونا مجال، خلي نشوف شو نسوي، خلي نمهلهم، خلي نشوف شو يسوون. فهذا كله يعني فات عليه، مر عليه 20 سنة. فاليوم لا يمكن أن تقدم حكومات الاحتلال لهذا البلد أكثر مما بل ما فعلت به حقيقة. فهو يعني من كل الملفات، مطالعة كل الملفات، نجد أنه حكومات الاحتلال المتعاقبة كانت ولا تزال جزءا كبيرا من المشكلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وفق النظام السياسي القائم أن تكون هذه الحكومات أو الحالية أو التي ستأتي جزءا من الحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان على ما قدم من ورقة اختصر فيها أن من كان سببا في المشكلة لا يمكن أن يكون جزءا من الحل،
وشكرا مرة أخرى للضيفين الكريمين الأستاذ إياد العناز والدكتور أيمن العاني على ما قدماه من معلومات قيمة وتفاصيل مدللة بالوثائق والأرقام تفسر جانبا مما وصل إليه الوضع الاقتصادي في العراق، وتسلط الضوء على بعض انعكاسات أزمة الفقر المتفاقمة على حياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الحضور الكريم والمشاهدين الأفاضل، والشكر موصول للجميع على هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.